السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي. نقدم لكم اليوم واحد الأكلة صحية، هي كيكة ديال الكوك. إن شاء الله كاين كاس ديال الكوك، نقيس بهذا باش قيس هذا كاس تاع الكوك. كاين يوغورت مسوس، كاين هذا يوغورت مسوس، ممكن دير القشدة أو الزبادي. كاين جوج بيضات، كاين ملعقة ثانية من العسل، ممكن تبدلو بدبس التمر أو ممكن السكر ستيفيا أو أي نوع من السكر كيتباع في الصيدلية ديال الناس اللي كي المرضين بالمرض السكري. وكاينة خميرة ديال الحلوى، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. بسم الله غادي نبداو. كاين هذا الشوكولاط نمور اللي تزين معايا، هذا ممكن ديري دوك الشوكولاط اللي كيتباع بدرهم، شوكولاط نمور شري ثلاثة او جوج دوبيهم في حمام مريم ونزينو بها الحلوى مع شوية الكوك او مكسرات. بسم الله على بركة الله غادي نبداو. نخلطو السوائل، البيض مع الشوية، نخلطو ديال الهوا، كنزيدو هاد يوغورت مسوس. من بعد كنضيف العسل، جوج معالق كبار ديال العسل، أو ملعقة وحدة. هذا عسل النحل كما قلت، ممكن نستبدليه بدبس التمر او سكر اللي في الصيدليه اللي كياكلوه الناس اللي مرضين بمرض السكري. كنضيف كنحركو هاد المعمر كما تجمع هو الاول، ندير هاد الشيء نسالينا منو ونقدم على راحتها. بسم الله ممكن هاد بنان مكسوس نحطو شويه الحليب، ممكن نضيفو ملعقة أو زيت لا هو ولا الزبادي أو القشطة. كنضيف خميرة الحلويات، من بعد كنضيف الكوك، كوك رقيق. وكتدخلوها في الفرن يعني 15 دقيقة، 15 دقيقة أو ثلث ساعة. كنعرفو الكيكة بلي أنها استوت وطابت، كنشفها تنقاوها بلا تقاصحة. هاهما العناصر نستجمو، كنخليهم شوية كيتشربو شوية. هذا هو الشكل ديالها، إلا شربات بزاف ممكن تزيدها ملعقة ديال الحليب أو ملعقة ديال الماء. الإناء هذا كندهنوه بالزبدة أو زيت الكوك،
كنرشوه ب كنرشو فيه الكوكو. كندهنوا جميع الجوانب باش ما تلتصقش الحلوه كيكه. بسم الله على بركه الله. نرشو بها الكوكو جميع الجوانب. ملي كنصبو فيها الكيكة ديالنا بسم الله. صافي تنقدوها في طاوة من بعد كنتبقى في الفران ديالنا. دائما الشعار ديالي هو روعة الأكل الصحي. كنزينا بهاد شكلاط المر، هذا شكلاط المر مع الكوك او مكسرات، اي نوع من المكسرات، او ممكن تاكليها هكذا بلا تزيين مع كاس ديال اتاي ديال الاعشاب او اتاي او الشاي الاخضر. هذا هو الشكل ديال الحلوه الكيكه من بعد ما طابت في الفرن. هذا هو الشكل ديال الكيكه ديال الكوك من بعد ما طابت في الفران مده 20 دقيقه. هذا هو الشكل ديالها. عندي لها دابا صوص ديال الشوكولات. هذا الصوص هذا صيبته بشوكولاته المر مع دانون مسوس. ذوبت الشوكولاته المر، من بعد ضفت ليه دانون مسوس. ممكن تضيفي ليه ملعقه صغيره ديال الزبده. استعملي السباتيل باش الخلاط كلو. كنزينوها بالشوكولاط هذا وكنضيفو ليها الكوك او المكسرات. كنفطرو بها ولا كنديرو بها مع العشية كسكروت. ممكن تاكلي هكذا لا شوكولات، ممكن من غير صوص ديال الشوكولات. كتجي لذيذة وصحية. من الفوائد ديال الكوك راه عديدة جدا. ندخلو لجوجل يوتيوب وتقلبوا على الفوائد ديال الكوك والشوكولات المر. نقطعها صافي.
صافي دابا غادي نقطعها ان شاء الله الى شكل تبدا شويه ديال الكوك نقطعها هاهي كوكتيله لذيذه وصحيه ويعني ما مقادير بسيطه جدا ماشي شي حاجه اللي غادي تدير لك الاعجاز غنمشي نجيب ليلا الكوك لعشاق الكوك ممكن دير الكوك يعني لا بغيتي اللي ما تيبغيش الكوك ممكن يديرها ب حلوه بحال هادي دقيق اللوز حتى هي كتجي مزيانه بسم الله كاين اللي مريض بالسكر يتناول قطعتين فقط نهار ما يزيدش قطعتين فقط هي لذيذة وكتشهي وسهلة وصحية غنجبدو هادي يعني سهلة ملي درتيها هذا هو الشكل ديالها النهائي يعني هشة وخفيفة هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكة ديال الكوك وبالصحة والراحة إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله في أكلة جديدة صحية أو مشروب جديد أو كيكة جديدة إن شاء الله أو خبز نوع من أنواع الخبز الصحي إن شاء الله شكرا للمتابعة وما تنسوش شكرا للاشتراك يا لطيف شكرا على المشاهدة ما تنسوش المتابعة باش يوصلكم كل جديد وبارطاجيو مع الناس اللي عزاز عليكم وحبابكم باش تعمل الفائدة ان شاء الله للقاء